السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بقول لكم شنو تقدرون تسوون في مزرعة البحيرة. أول شيء نسوي نطلب ذرة. خيال تصميم هذا السوق وايد عجيب، لأنه مفتوح على محميات الورد. أول ما ندش السوق ناخذ سلة التسوق وننقل اللي نبي من الخضروات الطازجة. أكيد منتجاتنا نبته موجودة. بقول لكم سالفة الورد، الورد ينزرع بهذه المحمية، تقدرون تشتهونه من هني أو موقع البحيرة. لازم شوي نحن نقواري. محمية الفراولة تفتح في أوقات مخصص. أول ما تدخلون يعطونكم مقص وعلبة علشان تخطفون بالمقص والفراولة تطيح داخل العلبة، وانتبهوا على التعليمات اللي يعطونكم إياها قبل الدخول. ما أنسى أقول لكم أنكم تقدرون تأجرون سيارة وتتمشون فيها بالمزرعة. وبالنسبة للحيوانات تعالوا نلقي نظرة، هني عندنا الأرانب وهني منطقة النعام. عبود حدا صغير، عبود في هذا الجزء من المزرعة عندكم البقر، الصخور، اللاما، الوز. وما أنسى أقول لكم إن في تأجير الحصن. وهذا مشتل المزرعة حاطين فيه قعدات مصممة بشكل راقي. الناس متجمعين هنا عشان يمسكون طيور. الناس متجمعين هنا عشان يمسكون الطيور والزواحف والحيوانات. شفتوا البقرة اللي وريتكم إياها؟ هذا لبنها. طبعاً كل المنتجات تلقونها على موقع البحيرة الإلكتروني، توصل لكم للبيت. شكراً على حسن المتابعة ومع السلامة. يبقى تشيط بيشك. أزال لحظة، أجين أخر مرة.